الصغير أجد نفسي ملزما للاعتراف بفضله في الانتصار للشعر وأهله وسبقه في طرق أبواب القصيدة المغربية والبحث لها عن آفاق ومحطات وسماوات تستطيع من خلالها الصدوع والإشراق والانبعاث من جديد. لدار الشعر من الشكر جزيله ومن ثواب الشعر عظيمه وكثير. دار الشعر تنزل بالقرب من ضفة نهر الأنبوسة اختيارا واقتناعا بأن هذا النهر له من البركات الشعرية ما يجعله نهرا ليس ككل الأنهار. في نفس السياق اختيار دار الشعر لشعراء ينتمون لضفة نهر الأنبوس لم يكن صدفة أو عبثا. فالمتأمل لديباجة إعلان دار الشعر سيلاحظ أن التقدير الإبداعي لاختيار الشعراء كان دقيقا إبداعيا، على اعتبار أنهم يمثلون حساسيات شعرية مختلفة ولكنها تمتح من معين واحد. قبل أن نتحدث عن الشعراء وحساسيتهم، لا بأس من الالتفات إلى قضية أعتبرها مركزية في هذا السياق، وهي علاقة منطقة اللوكوسا بالشعر. أنجب حوض اللوكوس شعراء طبعوا الشعر المغربي بميسمهم الخاص منذ الزمن المعاصر الأول، سواء فيما يتعلق بالقصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر. بل يمكن أن أذهب بعيدا وبدون مبالغة وأقول معاصرة قياسا بمناطق جغرافية أخرى مركزية. السؤال الذي يمكن طرحه وبإلحاح هو: من أين يستمد الوجود الشعري في منطقة الحوض اللوكوس قوته؟ كيف يمكن لمنطقة كانت ولا تزال تعيش في معزل عن المركز الثقافي والأدبي أن تنجب شعراء كبار كان لهم ولا زال من الصيت والأثر الشيء الكثير؟ كيف يمكن تفسير هذا النبوغ الشعري لأهل منطقة اللوكوس؟ إن المتتبع الهاوي وليس المتخصص سيلاحظ بأن كل المدارس الشعرية المحافظ منها والحداثي والمراحل الزمنية التي مر منها الشعر المغربي الحديث طبعها أهل منطقة اللوكوس بطابعهم الخاص، ابتداء بالشاعر حسن طريبة وانتهاء بالأصوات الشعرية الشابة التي بدأت في تقديم نفسها كوارثة للقول الشعري القويم في منطقة اللوكوس، مرورا بالكبار محمد خمار القنوني ووفاء الأمراني ومن أتى بعدهم من شعراء لهم قيمتهم التي لا تخطئها العين الشعرية كأمل الأخضر، محمد عابد، وداد بن موسى، مصطفى شديعة، محسن أخريف، عبد السلام دخان، أمين السباري، عبد السلام السروخ، نسية الأحمدي، أنس الفلاني، الله رياش، ياسين الحراق، محمد مرزاق وغير هؤلاء ممن لا أتذكرهم.